مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة المباشرة التي نقدمها لحضراتكم من قناة العيون. تتواصل الاحتجاجات بالشارع الجزائري تنديدا بعهدة رابعة للرئيس المنتهي ولايته، الذي ظهر من خلال التلفزيون الرسمي يقدم ترشيحه رسميا، حيث بدا الرئيس متعبا، غلبه المرض وأنهكته السنون. تقرير فتح الأمين. مليئة بالمفاجآت هي السياسة الجزائرية. بعد الضربة الإعلامية التي وجهها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني للمخابرات ورئيسها ماديا المدعو توفيق، يصطدم البرجان التوأمان للنظام الجزائري، ومن كان يصدق أن يصطدم، خلاف اعتبره العديدون بداية تغيير داخل النظام الذي بدأ يحن إلى الديمقراطية. خاب الظن ومعه الآمال بعد ظهور الرئيس بوتفليقة على التلفزيون الجزائري يعلن ترشحه لعهدة الرابعة. بالكاد سمع الجزائريون كلمات الرئيس التي لم تتجاوز ثوانية. صوت خافت متعب ترك الاستفهام كبيرا. كيف لمن بلغ به المرض مبلغا أسكته عن الكلام المباح أن يحكم بلدا بحجم الجزائر في ظل تحديات إقليمية ودولية كبرى؟ أحرجت العهدة الرابعة الساسة كما الشعب بالجزائر، ليخرج عشرة المواطنين الجزائريين إلى الشارع تنديدا بترشح الرئيس القديم الجديد. عشرة الأصوات تصدح بلا لولاية الرابعة، لا لانتخابات نتيجتها محسومة قبلا لصالح عزيز الجزائر الذي أراد من الشعب أن يكون صديقا لكل ما يروى عن المرادية من أساطير، آخرها الحكم بعد الثمانين بتلاوة البيانات نيابة عن الحاكم الذي كان قبل أشهر قليلة وعبر بيان تلاه نائبه دعا إلى إقرار الديمقراطية في بلد جار. اليوم تقمع مسيرة سلمية مناهضة لعهدته الرابعة، داعية إلى من له القدرة العقلية والجسدية على تولي شؤون البلاد. يرى الرئيس والحاشية أن تؤدى المسيرة مهدا ويسكت صوت الشعب، فديمقراطية الجزائر بيد الأفلان هي من يرسم حدودها. فهل ينهض الحق ساخطا ليهدم مشاد الظلام أم يظل الحق غافيا؟ يتواصل تنظيم الدورات التكوينية لفائدة العاملين بالأمن الوطني بكل المصالح الولائية الأمنية بمختلف جهات المملكة، التي تندرج في إطار استراتيجية الإدارة العامة للأمن الوطني مواكبة للتطور العلمي والتقني في مجال العمل الأمني، التشخيص القضائي ومسرح الجريمة. موضوع الدورة التكوينية التي نظمت اليوم بالعيون لفائدة العاملين بمختلف المصالح الولائية للأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية، خصوصا من ذوي الاختصاص بمجال الشرطة القضائية. محمد الفارس ومحمد مشنان. لا يعني مسرح الجريمة بالضرورة مكان وقوع الحادث، بل إن التعريف الدقيق له هو أي مكان تربطه بالفعل الجرمي علاقة داخلة في سياق النتيجة الجرمية. الطرق والوسائل العلمية للتعاطي مع الجرائم وكيفية جمع الأدلة والأبحاث الميدانية، محاور تضمنتها ورشة علمية للتشخيص القضائي ومسرح الجريمة استفاد منها العاملون بالشرطات القضائية وقطاعات مختصة أخرى بمختلف المصالح الولائية التابعة للأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية. وضيف بزاف على اعتبار أنه بالنسبة كان تجديد المعلومات، كان تنوع في المعطيات، كان تبادل الخبرات، كان تواصل مع مصالح خارجية، كان تواصل مع أطر وكفاءات أمنية سواء من المفتشية العامة، سواء من الإدارة العامة، سواء من المعهد الملكي للشرطة. هذه بادرة جد طيبة كتبين على أننا محل الاهتمام ديال الإدارة العامة، وأننا عندنا إمكانيات في النمو ديال وترقي الأداء اليومي ديالنا المهنة ديالنا. بالنسبة للتوكيل المستمر هو عنده واحد الفائدة كبيرة، حيث كيثقل المؤهلات ديالنا وكيعاوننا بالنسبة للعمل التطبيقي. بالنسبة كنستفاد من التجارب ديال الناس الأخرى باش نطبقوها على المستوى العمل الشخصي ديالنا حنا، ويعني كنشوفوا إن شاء الله نتمنى تكون عندها واحد الفائدة كبيرة. هي بادرة طيبة من الإدارة ديالنا، ونتمنى إن شاء الله تكون عندها واحد الفائدة في المستقبل بالنسبة لنا حنا.
الاستراتيجية التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني للتكوين المستمر الموجه لرجال الأمن بكافة تخصصاتهم تشتمل على تنظيم دورات تكوينية مكثفة لمدة شهر بأكمله، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العمل الأمني وإطلاع رجال الأمن على كافة المستجدات وإغناء معارفهم العلمية المتعلقة بالشرطة العلمية وتحليل المعطيات الجنائية. ويشرف على هذه الدورات التكوينية مجموعة من الخبراء الأمنيين في مجالات وتخصصات متعددة. مكتسبات مهمة وغادي تمكن الأمنيين من الاطلاع بالمهام ديالهم على أحسن وجه من خلال التكوين في هذه الميادين ومن خلال تعلم لغات حية جديدة. كذلك هو عنصر أساسي إلى بغينا نقوله من أجل الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التكوين، عن طريق التأهيل دياله للتعامل مع جميع القضايا وجميع المعطيات، ولأجل كذلك تحقيق الشرطة المواطنة. ولترسيخ مفهوم شرطة القرب تنفتح هذه الدورات على مواضيع ومجالات متنوعة تتجاوز الإطار التقني والعلمي المحض لعمل رجالات الأمن. ومن ضمن هذه المجالات اكتساب اللغات الأجنبية وتعزيز آليات التعاطي مع المقاربات الحقوقية. وفي أخبار الوقفات الاحتجاجية وأمام مقر المديرية الجهوية للصحة بمدينة الداخلة، نظم طلبة معهد التكوين الخاص بلطر في الميدان الصحي إضافة إلى بعض الممرضين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية ملفهم المطلبي الذي يضم عدة نقاط من بينها تعميم الاستفادة من نظام المعادلة للدبلومات وتنظيم عمل الممرضين ضمن مدونة خاصة بهم. المزيد في ريبورتاج محمد تروزي ومحمد يداس. نضال مستمر من أجل تحقيق جملة من المطالب على رأسها تعميم الاستفادة من نظام المعادلة، يقول المحتجون هنا من طلبة وممرضين. نادوا أيضا بإحداث هيئة للممرضين وإدماج الأفواج المتخرجة في السلم العاشر مع تسريع وتيرة العمل بذلك، مع مطالب أخرى يرى أصحابها بأنها مشروعة وعاجلة. مطالبنا اللي هي مطالب مشروعة وعالية تتمثل أساسا في إخراج نظام إجازة ماستر دكتوراه إلى حيز وجود وتفعيلها عاجلا، وإحداث قانون منظم لمهنة التمريض، وإحداث هيئة وطنية للممرضين، وكذلك الإدماج الفوري والكامل لكل الممرضين المتخرجين في السلم العاشر. Aujourd'hui devant la délégation de santé pour le but de cette protestation, c'est pour arriver à nos objectifs, à nos droits. Il s'agit tout simplement de l'intégration, bien l'insertion au système, au système de licence master doctorat. يحتاج هؤلاء أيضا لتصل أصواتهم إلى أصحاب التشريع على أقلامهم تتحرك ليلد معها قانون متكامل ينظم مهنة التمريض ويحدد المسؤوليات بشكل دقيق، خصوصا في حال التقائها بين الممرض والطبيب. هناك فرق قانوني كبير، لأن الحد الآن كنعملوا بظاهر 1960، يعني الممرضين كيعملوا في واحد الإطار قانوني اللي هو مبهم وغامض بشكل كبير. التدخل بين الاختصاصات، يعني ما تعرفش انت الليطاش اللي هما ديولك ولا الليطاش ديال الطبيب اللي كيعمل معك. الاثنان هما موظفين عموميين، ولكن كل واحد عنده ستاتيو ديالو خاص به. يعني احنا الممرضين يجب ان يتم اخراج قانون. وكاين إشكالية أخرى، أن التمريض هو كيجمع مجموعة الاختصاصات، كاين مجموعة كاين التخدير والإنعاش، كاين متعدد التخصصات، كاين القابلة، يعني كل شعبة خاصة قانون منظم لها. لم نجد من يجيب عن مآل مطالب هؤلاء المحتجين من الإدارة الجهوية للصحة، ما يبقي ملف هؤلاء مشروعا إلى أن يتم تنفيذه أو تفنيده ممن يعنيهم أمور الصحة. محاربة الأمية وخلق رياض الأطفال والنهوض بشؤون الاجتماعية أهداف ضمن أخرى يتوخاها النسيج الجمعوي بأقة. محمد المصطفى خيا والصالح الرقيبي ومحمد كزيزة. منذ تأسيسها سنة 2001 انخرطت جمعية العقاية للتضامن والتنمية الاجتماعية بأقة ضمن المخطط الإقليمي بطاطا والرامي للنهوض بالشأن الاجتماعي والتربوي والأوضاع الأسرية. فحرصت هذه الجمعية على تأسيس نوادي تعنى بمحاربة الأمية ورياض الأطفال وتنظيم دورات تكوينية تتناول مواضيع مختلفة ذات صلة بالشأن المحلي بأقة. هناك نوعين من البرامج، برامج قارة وبرامج موسمية. برامج القارة اللي هي شتم الأرواط
اللي هي الأرواط، ثم التعليم الأولي اللي غنشوف في المؤسسة، ثم محو الأمية، الخزانة، وبعض الأنشطة اللي هي تحسيسية. أما بالنسبة اللي هي جارية موسمية، حملة تحسيسية، ومن بين هذه التحسيسية تخليد اليوم العالمي، اليوم الوطني للسلامة الطرقية. مشاريعنا هي متعددة داخل المدار الحضري لبلدة أقا أو بالجماعات المحلية. كانت هناك دورات تكوينيه في مجالات في المجال الجمعوي، دورات تكوينيه وتقويه قدرات الممثلات الجماعيات على مستوى البلديه وعلى مستوى الاقليم. هذا كامل كيصب في المنحى ديال الرساله الجمعويه اللي كنحملوها، هي تنميه الانسان والمجال في محيطه البيئي والاجتماعي والاسري والمحلي. وتنخرط جمعية العقاية للتضامن والتنمية الاجتماعية بأقا إلى جانب عديد الجمعيات بهذه المنطقة في مشروع أطلق عليه اسم الدكان الحرفي، وهو مشروع تركز خلاله هذه الجمعيات على منتوجاتها المحلية وتهدف لإبرازه وتسويقه داخليا وخارجيا. تم الافتتاح ديال هذه النقطة في شهر 5/2013، وعلى حسب الجمعيات باش يبيعوا المواد ديالهم والمنتوجات، وتم تعطى لنا التسيير ديال هذا المشروع كل 3 شهور تاخذوا جمعيه. المشروع دام مده 18 شهر، كان الهدف ديالو تقويه قدرات الفلاحين والفلاحات بالمنطقه، وشمل 150 امراه وفتاه و50 رجل. من بين الاهداف الاساسيه للمشروع اللي اختتمناه سنه 2013 كان انجاء تشكيل 4 تعاونيات ودعمهم بالتجهيزات والأدوات، منهم جمعية تعاونية في مجال النحل، تربية النحل، تعاونية في مجال الكسكس اللي حصل على علامة المنشأ مؤخرا بالنسبة لطاطا فيما يتعلق بالجهة قلمين السمر ما يتعلق بالكسكس خماسي. على صعيد بلدية أقا ينشط العمل الجمعوي بشكل مكثف، ويكثر الاهتمام بالشأن التضامني والاجتماعي في نسق يروم النهوض بأوضاع ساكنة هذه المنطقة. بالعيون، نظمت اليوم مرحلة نصف النهاية من مسابقة خاصة بالإملاء بالفرنسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية انطلاقا من المستوى الثالث ابتدائي إلى غاية التعليم الثانوية، وهي مسابقة تروم العمل على النهوض بقدرات تلاميذ مختلف المسالك التعليمية في اللغة الفرنسية. نهدفوا من هذا المشروع انه نقويوا الكفايات اللغويه لدى التلاميذ، خاصه اللغه الاجنبيه الاولى اللي هي اللغه الفرنسيه. هذا المشروع مشى عبر مراحل، من بعد كانت تصفيات على المستوى المحلي في المؤسسات، والتصفيه انتقينا بمجموعه من التلاميذ اللي كيمثلوا هذه المؤسسات التعليم الابتدائي في هذا اليوم. الان المحطه النصف النهائيه على اساس ان غادي تكون المحطه النهائيه اللي غادي تجمع جميع الاسماك الاسلاك لاحقا. الاهداف اللي كانت واخا وتحقيقها من بعد هذا لا ديكتي بور توس، من بعد هذا المسابقه التربويه، هو اننا نحاولوا خلق ديناميه جديده وداخل مؤسسات التربيه الوطنيه، داخل المؤسسات التعليميه في العيون، وكذلك خلق جو من تنافس بين تلاميذ مختلف المستويات، حيث أن المسابقة تهم تلاميذ المستوى الابتدائي والإعدادي والتأهيلي. بالداخل وتحديدا بمقر دار الحي المركزي، نظم الفضاء الجمعوي إضافة إلى عدد من ممثلي النسيج الجمعوي بجهة وادي ذئب القويرة لقاء جمعوي لطرح جملة من التفاصيل والمواضيع المرتبطة بنظام المساعدة الطبية راميد. محمد الروزي، محمد يداس، والمزيد حول هذا الموضوع. منظومة المساعدة الطبية راميد ضمن حديث جمعوي بامتياز جمع عددا من ممثلي الجمعيات بالداخل. نقاش المستفيض دار بين المجتمعين حول المنظومة الطبية ودورها في تقديم الخدمات العلاجية المجانية للشرائح الاجتماعية المحتاجة، إضافة إلى إجراءات الحصول على بطاقة راميد ومعايير الاستفادة منها. الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو العمل على تعبئة شاملة من أجل انخراط المجتمع المدني في ورش يعتبر من أهم الأوراش الاجتماعية المفتوحة اليوم على المستوى الوطني، ألا وهو ورش المساعدة الطبية رامي، اعتباره ورش يهدف إلى تقديم الخدمات في المجال الصحي إلى الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً. عندي ذا النشاط من أجل توعية الناس، من أجل التغطية الصحية
ونوعوا الناس باش يعرفوا يديروا بطاقة رميد هذه باش يستفادوا منه، يستفاد من الساكن ويستفاد من الناس المرضى يعني ما هو مرضى الناس كاملة. اللقاء شهد طرح جملة من المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيل حاملي بطاقة رميد للوصول إلى هذه الخدمات، إضافة إلى ضرورة توعية المواطنين الغير مستفيدين من هذه المنظومة الطبية. من القطاعات التي أولتها الدولة اهتمام كبير بإقليم طاطا قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل عبر استثمارات هامة رصدت لها مبالغ مالية كبيرة. روبرتاج في الموضوع لمحمد المصطفى خية، صالح الرقيبي والمحجوب كزيزة. قطاع الماء الصالح للشرب واحد من القطاعات الحيوية التي قطعت أشواطها مع صعيد إقليم طاطا، فتدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء شمل 9 مراكز قروية وبلديات أقا وفم صغيد وفم الحسن وطاطا، بحيث باتت القدرة الإنتاجية للإقليم في هذا المجال تصل 126 لترا للثانية بكلفة استثمارية بلغت مؤخرا 89 مليون درهم. فيما يعرفه قطاع التطهير السائل هو الآخر تطورا ملحوظا باعتماد تقنية الأحواض الطبيعية، وبلغت نسبة الربط به بطاطا حوالي 70%. يرجع تاريخ تدخل المكتب إلى سنة 1981. تزويد هذه المراكز يتم من خلال مجموعة من الأبر والثقوب. القدرة الإنتاجية للمكتب في هذا الإقليم تبلغ 123 لتر في الثانية، يستغل حاليا منها 73 لتر في الثانية. ما تم إنتاجه من مشاريع الماء الصالح للشرب في الإقليم خلال العشرية الأخيرة. قطاع الكهرباء هو الآخر شهد مؤخرا ميلاد عديد المشاريع التي همت ربط عدد هام من القرى والدواوير التابعة للإقليم بالكهرباء، وهي مشاريع تروم تقوية وتطوير نسبة التزويد بالكهرباء وكذا حرصا على جودة خدمة هذا القطاع. بالنسبة لهذا المشروع اللي كتشوفوا داخل في إطار التقوية وتطوير هذا تطوير المركز، فيه تطوير الآليات اللي كتشوفوها قدامكم، ومن بينها كاين غادي نزيدوا واحد ترانسفورماتور اخرى نظرا للرفع من جودة الخدمات المعمول بها في بطاطا. على صعيد إقليم طاطا لازالت المجهودات مبذولة للنهوض بعديد القطاعات ذات الصلة بالبنى التحتية والتجهيزات الأساسية لجعل هذا الإقليم يسير الأهداف التنموية المتبعة. في الميدان الإعلامي وتحضيرا لجائزة الصحراء للصحافة التي تنظم بشراكة ما بين نادي الصحافة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، عقدت اللجنة التحضيرية لهذا الحدث اجتماع لوضع آخر اللمسات التقنية والفنية لإنجاحه. سلك رحال صالح الرقيبي والتفاصيل. اللجنة التحضيرية لجائزة الصحراء للصحافة في أحد اجتماعاتها الأخيرة من أجل التحضير والمناقشة في النقط التقنية واللوجستية لإنجاح التظاهرة التي تعتبر الأولى من نوعها بالجنوب. لجنة منبثقة عن نادي الصحافة بالعيون واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة. نحن جندنا يعني جميع الطاقات والإمكانيات المتوفرة لدينا ولنجاح هذه النسخة الأولى من هذا النشاط. طبيعة الحال هذا النشاط ذو أهمية قصوى لدى اللجنة الجهوية، لهذا يعني تم دعوة ضيوف من وطنية، شخصيات وطنية وشخصيات محلية. طبيعة الحال الشخصيات الوطنية سيكون تكريم لاعب منتخب السابق مصطفى حجي والفنانة المتألقة دنيا بوتازوت، كما أنه سيكون هناك تكريم لشخصيات محلية في مجالات معينة، مجال ثقافية وجمعوية وفكرية وإعلامية. هذا النشاط يأتي ضمن برنامج لنادي الصحافة بالعيون، ويرتكز يعني حاليا على حقوق الإنسان والصحافة نظرا لأنه بينهما تكامل. الآن يعني اللجنة الجهوية حقوق الإنسان بالعيون السمارة الذين برنامج معها على أساس أن قطاعات أخرى إن شاء الله خلال هذه السنة سيكون الذين معهم برامج وفقرات هامة وهامة جدا. لجنة التحكيم هي الأخرى منشغلة في دراسة الملفات الصحفية التي قدمت إليها من أجل منافسة في الأصناف الأربعة المبرمجة بالمسابقة.
لجنة اعتمدت معايير صحفية وأدبية وتقنية متقدمة على المستوى المحلي من أجل الانطلاق بهذه المسابقة إلى المراتب العليا وطنيا. نوه بال يعني الفكرة المتميزة اللي جاء بها كل من نادي الصحافة بالعيون واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لعيون السمارة والمتمثلة في إحداث جائزة خاصة بالصحراء أو بوسائط الإعلام بصفة عامة في الصحراء لأسباب متعددة من ضمنها أساسا على أنه ربما أول مرة يتم الاعتناء بثقافة الصحراء من خلال التتويج الإعلامي. المسألة الثانية أيضا إتاحة الفرصة أمام كفاءات إعلامية محلية يعني عندها مساهمات متميزة ولكن ربما لم تفتح لها الفرص على أصعدة متعددة ولذلك فالجائزة هي أول بادرة وفرصة تتاح للإعلاميين والإعلاميات على الصعيد المحلي بالأقل الجنوبية. جائزة سوف تفتح المجال للإعلاميين المحليين لتكثيف الجهود من أجل رفع من مستوى المجال السمعي البصري بالجهات الجنوبية الثلاث في انتظار تدويل الجائزة لتصبح جائزة اللسان الحسانية المتواجد بكافة ربوع الصحراء الكبرى. نبقى دائما مع الزميل سلك رحال لكن هذه المرة مع الفقرة الخاصة بقراءة الصحف. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الخبر التي كتبت في صفحتها الأولى من عدد يوم غد الجمعة بأن جلالة الملك محمد السادس ينهي جولته الإفريقية في الغابون وهي المحطة الأخيرة في جولة الإفريقية التي انطلقت من مالي وشملت ساحل العاج وغينيا وكانت فرصة لتقديم المغرب يد المساعدة لهذه البلدان في شتى المجالات. ووصفت الخبر جولة جلالة الملك الإفريقية بجولة تاريخية حيث أعطى جلالته دماء جديدة في العلاقات بين المغرب وهذه الدول الإفريقية وكانت هذه الزيارة فرصة لجلالة الملك للتأكيد على دعم البلدان الإفريقية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وأيضا في المجال الديني. أما صحيفة الناس فكتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة توجت زيارة جلالة الملك للغابون بإعلان إحداث وحدة لإنتاج الإسمنت والعروض المساهمة في تطوير الاقتصاد الغابوني والعمل على تطوير المنشآت والبنيات التحتية بهذا البلد الإفريقي. وذكرت صحيفة الناس بأن المسؤولين الغابونيين أحاطوا زيارة الملكية باهتمام اقتصادي خاص يعكس خصوصية العلاقات المغربية الغابونية في هذا المجال. فحسب وزير الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفوني الغابوني إيمانويل إيسوزا فقال نشهد اليوم انطلاقة حقيقية لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وهو ما يتجلى في اتفاقيات التعاون التي تغطي العديد من المجالات الفلاحة والصناعة والنقل والبنيات التحتية والصيد البحري والتجارة والسياحة. ومن صحيفة جودة الإلكترونية نختم جولتنا الصحفية وكتبت انتهت مطاردة عوان الجمارك الجزائريين بمقتل أحد الأشخاص وجرح عون جمارك وأشارت عدة مصادر إعلامية جزائرية إلى أن الطريق السريع بالقرب من سيدي بلعباس القريب من الحدود شهدت مطاردة الجمارك لسيارتين إحداهما تستعمل في التهريب بينما الأخرى للحماية والمراقبة حيث حاولت سيارات جمارك إيقاف السائقين لتفتيشهم واستنطاقهم وبعد رفضهم الانصياع لأوامر جمارك وتم إطلاق النار عليهم حيث أصيب أحد المهربين وسقطت جثته على طريق السيارة بينما تمكن المهربين الآخرون من الإفلات في اتجاه وهران في الوقت الذي تم فيه فتح تحقيق في القضية للوصول إلى المهربين وتحديد نوعية السلع المهربة من المغرب إلى الجزائر والتي استدعت إطلاق النار. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الكوري عبد الرحمن عن سن تناهز 33 سنة الفقيد ينتمي إلى قبيلة زرقيين شتوك آل سيدي يوسف تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذوي الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون. والآن نصل للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليم من الجنوبية اليوم غد إن شاء الله حيث يرتقب أن تهم سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل فيما ستمر سحب من الأجواء العليا خلال النهار بالمنطقة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون مرتفعة الرياح ستعود ضعيفة من القطاع الشمالي خلال الصباح. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 12 درجة بإقليم طاطا و 17 درجة بالزرقاء في حين ستتراوح درجة الحرارة العليا ما بين 34 درجة ببكرة و 22 درجة بالداخلة.
حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر هائج إلى قليل الهيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:16، أما الغروب سيكون في حدود الساعة 6:53. درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا: 27 درجة بنواكشوط، 24 درجة بنواديبو، 33 درجة بجندوف، 29 درجة بالرابوني، مع تسجيل 26 درجة بالعاصمة الرباط. قبل ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتت متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت www.snrt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخلية الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي للاستشارة للشؤون الصحراوية www.concourcast.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار الجديدة البرامج عبر الآيفون وهاتف أندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور والجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة هذه النشرة على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم مقام من الطرب الحساني.